دايما بتسأل سؤال من ناس كتير، بيقولوا لي احنا الناس بتسألنا انتوا شغالين في ايه؟ فبنقول لهم شغالين في اللوجيستكس. فيبقى الإجابة طب مين اللوجيستكس دول؟ انتوا بتعملوا ايه يعني؟ ايه هدفكم؟ ايه دوركم في الحياة؟ احنا مش فاهمين مين اللوجيستكس دول. هو انتوا بتوع النقل؟ يعني شغال في المينا ولا شغال في الحاويات؟ شغال في ايه بالظبط؟ مين بتاع اللوجيستكس ده؟ شغال في المخزن؟ فالحقيقة عشان تجاوب الناس دي دلوقتي ممكن تجاوبهم بطريقة سهلة جدا جدا جدا. في الوقت اللي العالم بيمر فيه بظروف غاية في الصعوبة، الناس غالبا في أغلب دول العالم دلوقتي يا إما شغالة من البيت يا إما خايفة تنزل تتجمع، والحكومات كلها بتحرض على عدم النزول وعدم الاجتماع، والدول يعني كلها بتواجه مأساة كبيرة، نتمنى إن شاء الله تعدي على خير. لكن في وسط كل ده في ناس أبطال ما زالوا شغالين وقادرين إن هم يقوموا بدورهم على أكمل وجه، لأن دورهم مهم للبشرية بالكامل. أول حد هيجي في دماغك هتقول الدكاترة أكيد، لأن هم دلوقتي الخط الأمامي للحرب اللي قدام الفيروس اللي موجود، وهم الناس اللي بيحاولوا يحافظوا على الجنس البشري من الأزمة اللي بتمر بيها. ده شيء صحيح. وبعد كده بيجي ناس كتير جدا، ضباط والجيش والشرطة والناس اللي بتشتغل في جهات حكومية والناس اللي بتقوم بعمل تعليمي وغيره وغيره، لكن في حد دوره مهم جدا وهم بتوع اللوجيستكس والسبلاي تشين. قول للشخص اللي بيسألك والله انت دلوقتي لما بتنزل في وسط الظروف اللي احنا فيها دي كلها وتروح السوبر ماركت وتلاقي موجود المنتج اللي انت عايزه على الرف، ده معناه ان السبلاي تشين نجحت تقوم بدورها. بدون السبلاي تشين كل اللي بيحصل من تصنيع من انتاج من ماركتنج من كل الحاجات اللي ممكن تحصل عشان حضرتك تشتري المنتج ده مش هتتم، وحضرتك مش هتشتري منتج في الوقت اللي انت عايزه. فببساطة كده لوجيستكس يعني كل العمليات المختصة والمهتمة بتخطيط تدفق البضاعة من أول نقطة الأصل، اللي هي من أول ما البضاعة بتكون رو ماتيريال خالص، مواد خام غير مصنعة، تدخل في عمليات تصنيع، بتتنقل، بتتخزن، بتروح بلاد تانية، بتشال من حتة تروح في حتة تانية، بتتخزن شوية، بتتعبى، بتتغلف، بيحصل لها تخطيط إنتاج. في بقى ناس كتير جيش شغال من المشتريات للتخطيط الإنتاج، للانفنتوري بلانرز الجماعه بتوع المخزون وادارته، للناس اللي شغالين في الوير هاوسز مخازن، للناس اللي شغالين في الساحات والمواني ومحطات الحاويات والمواني الجافه، واللي شغالين في التراكنج سواقين النقل والناس المديرين لعمليه النقل ومشرفين عليها، للمرحلين البضائع، لشركات الكونسلتيشن وشركات ال 3 بي ال، شركات اللوجيستكس سيرفيس بروفايدرز، الكوريرز الجماعه بتوع الطرود اللي بيوصلوك الاوردر اللي بتشتريه اونلاين عشان ما تنزلش دلوقتي تروح تتجمع مع ناس، لحد الشركات الخطوط الملاحيه والناقلين والكاريرز اللي بيشتغلوا في المراكب واللي عندهم دلوقتي وضع صعب جدا وما زالوا مستمرين في عملهم رغم كل الظروف، ومنهم ناس البحاره والطاقم المراكب اللي بيشتغل وبيضطر انه يشتغل بدون اجازات عشان الوقت الحالي ما ينفعش فيه ان هو ينزل اجازه ولا ان هو يسيب المركب. ما فيهم ناس اللي شغاله في المطارات، الناس اللي شغاله في الكارجو، في الاير كارجو، الناس اللي شغاله كمان في عمليه التخليص الجمركي طبعا ودورهم دور كبير جدا جدا، الناس اللي شغاله في المواني نفسها، الحجر الصحي، الناس اللي بتشرف على كشف البضاعه وعلى معاينتها، الناس اللي بتقدر ان هي توصل البضاعه في الاخر، توزعها وتخزنها وتغلفها وتعمل فيها كل شيء عشان حضرتك في النهايه بتروح تشتريها، الناس اللي بتوازن العرض مع الطلب، العرض اللي هو الانتاج والطلب اللي هو المستهلك اللي عايز يشتري بضاعه. لو حضرتك رحت ما لقيتش الدواء اللي انت عايزه معناها ان السبلاي تشين فشلت، لو حضرتك رحت السوبر ماركت ما لقيتش كيس السكر معناها ان السبلاي تشين فشلت، فلو حضرتك في اي وقت رحت المستشفى ما لقيتش ادوات الجراحه وادوات العلاج معناها ان السبلاي تشين فشلت. فتحيه كبيره جدا لكل الناس اللي شغاله في السبلاي تشين، انتوا بتقوموا بدور بطولي لا يقل بطوليه عن الدكاتره وعن ناس تانية. اكيد الدكاتره طبعا اخطر وهم معرضين للعدوى ومعرضين انا ما بقللش من ده ابدا، لكن كمان اللي شغال في السبلاي تشين من المهم جدا ان السبلاي تشين تفضل مستمره في الوقت الحالي، لان الناس مش هينفع كلها تقف في البيت، ومش هينفع ما يكونش فيه انتاج، ومش هينفع ان احنا كلنا ما نشتغلش.
من المهم جدا ان احنا نقدر على الاقل نقدر ناكل ونشرب في الظروف اللي جايه اللي الله اعلم تكون شكلها عامل ازاي. فكون فخور ان انت شغال في السبلاي تشين، واعتقد ان اللي انت قلته ده اكيد اي حد هيفهمه بشكل بسيط. وشكرا لكم.